وصلت مجتمعاتنا إلى درجة من الدياثة حتى تعرض القبل والرقصات والضم واللم، بل أكثر من ذلك على مرأى ومسمع من العالم وعلى الهواء مباشرة. يا الله، أين مبادئنا؟ وهل حقيقة نعي وندرك ما يجري حولنا؟ إذا مات الإسلام في قلوبنا فأين نخوة العربي الأصيل؟ ألهذا الحد تخنف الرجال؟ ألا وأسفا على الدين وأسفا على الرجولة، أقسم بالله العظيم أن مجتمعا يتربى على مثل هذا فلا خير فيه، ولا يستحق البقاء، ولا يرجى منه يوما أن يغار أو يفزع للإسلام. وبذلك يكون اليهود وعباد الصلبان وعملاؤهم قد نجحوا في تغريب مجتمعاتنا وسلخها من هويتها، فلا دين ولا عزة ولا حتى أدنى كرامة. إنهم يمزقون الفضيلة، إنهم يمزقون الفضيلة وينحرون الحياء والعفاف، عروض يومية مسموعة ومرئية ومشاهد حقيرة وساقطة ومائعة يراها كل شبابنا وبناتنا، لتزرع في نفوسهم أبشع صور السقوط والانحطاط. ومع التكرار والاستمرار تصبح الرذيلة أمرا طبيعيا في حياتنا، وتصبح الفضيلة في حياتنا تخلفا، ويصبح الحياء عقدا نفسيا، ويصبح العفاف والطهر والستر رجعية وغباء. ولازلنا نقدم لهم التنازلات علهم يرضون عنا، فهل سيرضون؟ أنا أقول لكم، متى سيرضون؟ لن يرضوا حتى تدخل الفاحشة والرذيلة كل بيت، ولن يرضوا حتى يرتكب الزنا في الطرقات والحدائق بل وعند أسوار المساجد. والله لن يرضوا حتى يقول الأب لابنته لا تتأخري مع أصحابك، وانتبهي لا تجلبي لنا ذل وعار. تدرون متى سيرضوا؟ سيرضوا إذا تحول المسلمون جميعا إلى يهود ونصارى وكفار. وما أظنهم سيرضون، وما أظنهم سيرضون.